ننتقل الآن طلابي الأعزاء إلى اسم المفعول. اسم المفعول، ماذا اسم المفعول؟ هو اسم يدل على من، على ما وقع عليه الفعل. مثلا نقول حمد محمود، الذي وقع عليه الحمد. محفوظ من حفظ محفوظ، الذي وقع عليه الحفظ. كذلك اسم المفعول مثل اسم الفاعل، يشتق من الفعل الثلاثي. كذلك اسم المفعول يشتق أيضا من الفعل الثلاثي المبني للمجهول. طلاب خلوها ببالكم، المبني للمجهول، وليس المبني للمعلوم يعني الفعل العادي، المبني للمجهول على وزن مفعول. مثلا نقول كتب، كتب، كنا عندما نشتقها على صيغة اسم فاعل نقول كاتب، صحيح؟ لكن كتب عندما نصيغها على صيغة اسم مفعول، إذا كان ماضي ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، كتب، كتب مكتوب، عرف معروف، فهم مفهوم. أما الأفعال غير الثلاثية فهو يصاغ على وزن المضارع أيضا المبني للمجهول، هذا إذا كان فعل ثلاثي. إذا كان الفعل غير ثلاثي يصاغ أيضا من الفعل المضارع المبني للمجهول. مثلا استغل، عندما أصيغ على صيغة الفعل المضارع تصبح يستغل، يستغل ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. استغل، يستغل، مستغل، مستغل، هنا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. يعني عندما نصيغه طلاب الأعزاء على صيغة اسم مفعول يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر، مستغل. استخرج، يستخرج، أصيغ على صيغة الفعل المبني المجهول، يستخرج، مستخرج، مستخرج. كنا سابقا بالاسم الفاعل ماذا نقول؟ استخرج، يستخرج، مستخرج، صح لو لا؟ من الفعل المبني للمعلوم. لكن الاسم المفعول عندما نصيغه يصاغ من الفعل الماضي الثلاثي المبني للمجهول، والفعل المضارع أيضا المبني للمجهول. الفعل المضارع المبني للمجهول عمله، طبعا يعمل اسم المفعول عمل فعل المبني للمجهول. لم نقل عمل الفعل اللي هو المبني للمعلوم، اللي هو ماذا طلاب؟ يرفع الفاعل وينصب مفعول به للسابقا إذا كان متعد، ويكتفي برفع الفاعل إذا كان فعل لازم. لكن اسم المفعول يعمل عمل فعل المبني للمجهول، فيرفع نائب فاعل إذا كان مشتقا من فعل متعد لمفعول واحد، وينصب أيضا المفعول به إذا كان أصل الفعل المبني للمجهول فعل متعد إلى المفعول به. فنقول هنا أمفهوم الدرس، أمفهوم الدرس، فمفهوم هنا مبتدأ، مبتدأ، و الدرس هو نائب فاعل. ما نقول فاعل لاسم المفعول، لا طلاب، نقول نائب فاعل، نائب فاعل لاسم المفعول وهو أيضا مرفوع. فإذا كان اسم المفعول مصاغ من فعل متعد لمفعولين، يعني أصل الفعل، أصل الفعل، مثلا هنا فهم، لو نرجع للأصل، فهم علي الدرس، من الصيغة صيغة المبني للمجهول ماذا نقول؟ فهم، فهم الدرس، فهم الدرس. هنا ماذا أصبحت؟ فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. الصيغة على صيغة اسم المفعول أمفهوم، اعتمد طبعا من شروط أن يعتمد على أيضا استفهام، لأننا نتعرف على الشروط، هي نفس الشروط اللي تتعلق أيضا باسم الفاعل. فنقول أمفهوم الدرس، أمفهوم الدرس، فهنا مفهوم هو مبتدأ والدرس هو ماذا؟ نائب فاعل. هذا إذا كان الفعل في الأصل متعد إلى مفعول به واحد، متعد إلى مفعول به واحد.